بص، في حاجة اسمها اللي هي بتقول لك البول ماركت، وبيشرح لك يعني بروميننس يعني ايه. ماشي، بصوا يا شباب، السكشن المعماري اللي هو كان بيتكلم عن حاجة اسمها الهيكل المعماري وهيكل الطرف والكلام ده كله، أنا سجلته أونلاين ورفعته، ده كان مشهور. ده كان أحسن ما فيه في نص السكشن في آخره، اللي هو آخر 6 أو 7 سلايد فيه، كان حاجة اسمها البون ماركينج، العلامات الموجودة في البون، حاجة اسمها فرصة، حاجة اسمها بروميننس، مش عارف ايه، مش يعني مثلا انت مش مطالب انك تعرف يعني ايه فوسته، يعني ايه بره خالص. انت حضرتك كل اللي هتبقى مطالب بيه بعد كده، مثلا انا هجي جنبك العظمه، شايف كده؟ حط مثلا عظمه قدامك واقول لك بص دي كده اسم الفيبيال تيبروستي، فاهمني؟ ده كده اسمه كذا، ده كده اسمه كذا، بحفظها لك عظمه. حلو؟ هو بقى في السكشن بيقول لك تيبروستي يعني راوند الاليفيشن يعني كذا، يعني تعريفات بيعرف لك الحاجه. هل دي سؤال امتحان؟ لا خالص، نهائي مش سؤال امتحان. طب هل ده هتسال فيه تاني حتى في السكشن؟ لا مش هتسال فيه نهائي. طب هل ده حتى الدكاتره عارفين تعريفاته؟ لا ملوش تعريفات، هو منتظم. طب هل انا هحتاجه كتعريف في حياتي بعد كده؟ لا خالص. فاذا الجزء الثاني بتاع البون ماركينج ده اللي في السكشن ولا تبص له اساسا. حرفيا انت ممكن تقص 7 سلايد دول ترميهم ملهمش اي لازمه نهائي. نهائي نهائي عشان تبقوا عارفين يعني. تمام كده؟ ليه؟ لان احنا لما نيجي بقى هيجي وقت الامتحان العملي، هيقول لك مثلا هيجيب لك عظمه زي دي مثلا تحطها قدامك، وش هقول لك على ده؟ ده اسمه تيبيال تيبروس. طب لقيته في تيبروس، ما انا بحفظها لك بقى، انا بحفظها في اسامي. فاهم حاجه؟ زي بالظبط ما اقول لك يا جماعه، احنا عندنا مثلا في كرسي وكرسي وكرسي، ترابيزه، في لابتوب، ده لابتوب يا جماعه، ده شنطه، ده كرسي. حلو كده؟ تعريف اللابتوب يا جماعه ان هو عباره عن جهاز الكتروني فيه كذا وفي كذا وفي كذا بس. انا باجي في الامتحان اقول ده ايه؟ هتقول ايه؟ لابتوب بس. طب مثلا انا بستخدم اللابتوب مثلا، او اي حد تاني بيستخدم اللابتوب مثلا، واحده بس طفله ماسكه اللابتوب، هل هي عارفه الايباد مثلا او اللابتوب اللي ده بيكون عباره عن ايه؟ في ولا اي لازمه. هي دي النقطه، الحاجات اللي التعريفات دي هم حاطينها بس وخلاص، ومش مهمين اطلاقا. تمام كده؟ حلو. طيب ولو طلعت حتى يعني هما يعني انا فيهم كانت بتجري بسرعه من غير ما يدي امثله ومن غير ما يعمل مش عارف ايه، كان بيجري بسرعه ان هو مش مهم. طب المهم بقى ايه السكاشن اللي جاي؟ بص بقى يا شباب معايا كده، احنا بقى النهارده بنتكلم عن العقل، ونركز بقى كده. هنتكلم احنا عن ايه؟ هنتكلم عن الانفورميشن. بص ادي الجمجمه قدام كده، شايفين الجمجمه قدام كده؟ صوتها معايا؟ بص دي الجمجمه قدام، شايفين العظمه اللي قدام دي؟ دي عظمه الجبهه اللي قدام دي، بنسميها ايه؟ بنسميها فرونتال بون. اسمها ايه تاني؟ فرونتال بون. يبقى عظمه الجبهه اللي قدام دي اسمها ايه؟ فرونتال بون. لا معلش اسمع تاني، اسمها ايه تاني؟ فرونتال بون. عظمه الجبهه اللي قدام دي اسمها ايه؟ فرونتال بون. يبقى العظمة الجبهة أو الأمامية اسمها إيه تاني؟ فرونتال بول. بالمناسبة العظمة دي بتبان سواء من قدام من هنا أو من فوق بالشكل اللي كده شايفين. حلو أوي، يبقى العظمة اسمها إيه؟ فرونتال بول. طب ركزوا بقى معايا، عندي هنا يا دكتور في تجويفين، في 2 تجويف موجودين عندي، التجويف ده كده يا دكتور والتجويف ده، التجويف ده بتاع العين بنسميه اوربيتال كافيتي. اسمه إيه تاني؟ يبقى تجويف العين اسمه اوربيتال كافيتي. التجويف بتاع العين اسمه اوربيتال طلع كلمه اوربيتال كافيتي. اسمه ايه تاني؟ اوربيتال كافيتي. ده التجويف بتاع ايه؟ ده التجويف بتاع العين. وريني الكلام ده على الجمجمه الطبيعيه. انتوا كانوا بيقولوا صوت هذا الجمجمة تاني، شفتها؟ نعم. ايه؟ ممكن
معايا تاني يا شباب. بص كده، انا بحب دايما تشوف الحاجه دي واسيب لكم السكال لكم جوه معاكم بعد كده، يعني بعد ما خلاص حصل كام دقيقه تمسكوا حاجه يعني تلمسوها بايدك تقعد تضرب. بصوا دي الجمله حلو، احنا عملنا ايه؟ نشرناها، جينا على الراجل الغلبان ده نشرنا بيها حلو. العظمه اللي قدام دي اليمين، عظمه العظمه اللي بص كده دي الفرونتال بون صح؟ يعني لو قلت ان دي فرونتال بون صح؟ لو قلت ان دي برضه فرونتال بون هي منشور، يعني دي كلها عظمه فرونتال كلام جميل. التجويف ده يا شباب شايفين التجويف ده؟ اهو التجويف ده، التجويف ده يا دكتور اسمه ايه؟ اوربيتال كافيتي. اسمه ايه تاني؟ لا مش سامع، لا اسمه ايه؟ اوربيتال كافيتي. طب في تجويف تاني هنا مناخير الراجل ده دخل صباعه ده اسمه نيزل كافيتي. اسمه ايه تاني؟ نيزل كافيتي. تاني انا عايز اسمع بقى، عايز اسمع من الناس كده ليه الشاطر كده معايا. لو شاورت هنا على العظمه دي، دي اسمها ايه؟ فرونتال بون. العظمه دي اسمها ايه؟ عظمه عايش. التجويف ده اسمه ايه؟ اوربيتال كافيتي. التجويف ده اسمه ايه؟ نيزل كافيتي. اسمه تاني؟ شايفين العظمه دي بقى؟ دي العظمه دي، دي عظمه فاكر ايه؟ بنسميها ماكسيلا او ماكسيلا لجوه. ناخد الاسم الاسهل، ماكسيلا دي اسمها ايه تاني؟ ماكسيلا. اسمها ايه تاني؟ ماكسيلا. اللي عايز يسمع ده اسمها ايه؟ ماكسيلا. طب بص شايفين العظمتين دول؟ صدمتين دول. لو ما انت شايفهم هنا هقول لك كده، تعالى بص زود كده يا دكتور سيكا، زود سيكا. لما زودنا شويه لقينا ايه؟ في عظمتين اهو شايفينهم؟ عظمتين اهو. دول اسمهم ايه؟ اسمهم نيزل بون. اسمهم ايه تاني؟ نيزل بون. انت حطيت بص بص على مناخيرك، هتلاقي في جزء غضروفي. بص بص على مناخيرك، في جزء غضروفي صح؟ في جزء عظم. ده نيزل بون العظم. تاني بالراحه. العظمه دي اسمها ايه؟ فرانتال بون. طب العظمه دي اسمها ايه؟ نيزل بون. اسمها ايه تاني؟ نيزل بون. عظمه الانف، دي جبهه الانف. التجويف ده اسمه ايه؟ اوربيتال كافيتي اللي هو تجويف العين. التجويف ده اسمه ايه؟ نيزل كافيتي اللي هو تجويف مين؟ النوز اللي هو الانف يعني. العظمه دي اسمها ايه؟ ماكسيلا اللي هي الفك ايه؟ العلوي. اللي بالمناسبه قلنا كلمه ماكسيلا دي تسفل المورفولوجي اللي هو الاسنان العلويه نسبه للماكسيلا دي. صعب الكلام ده يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ ده اللي قدامنا. يعني بصوا هوريكم الورق بتاعكم. ورق السكاشن بتاعتكم. في ورق سيكشن؟ اه في ورق سيكشن بس انا لسه ما نزلتوش. انا كنت ناوي اكتب فيه الحاجات اللي انتوا كنتوا عاوزينها بس بعد كده قلت لا مالهاش لازمه. تعالى اظبطه لكم يا باشا. بص كده انا من اول سيكشن 2 ده اللي هتفتح فيه. من اول سيكشن 2 ده اللي هتفتح فيه. بص الصوره قدامنا اهي دي جندوم. وبالمناسبه دي الصور اللي موجوده في المشرحه. المودلز دي او العيانين دلوقتي موجودين في المشرحه من سنه 7 سنين. الجون ده ما اتغيرش. انا عندي في جوه المشرحه عندي ثلاثة اسكال، ثلاث جنب. هم في اعدادي مصوروا في الجمجمه ديت. حلو كده. ديت يعني المفترض ان هي كانت ترجع لشخص من 35 ل 38 سنه. في البنات كانت موجوده عليها في المشرحه. صوروش انا عارف بياناتي كلها، انا كنت في الكليه قبل كده فانا عارف البيانات دي تمام. المهم دي الاسكال تاني. ده طبعا الاسكال ديت كانت محطوطه في الداتا. والاسكال دي انا دخلت الكليه معايا الكاميرا. انا بحب ادي الحاجه حقها. انا خدتها بصورتها من كاميرا اتش دي وفرغت الخلفيه بتاعتها، كنت حاططها خلفيه بيضاء وحطيت لكم الصور هنا تمام. بص بقى اللي قدامك اهو، دي اللي كانت قدامك في البي دي اف بالظبط. عامل لك ايه؟ قلت لك دي الفرونتال بون شايفها، ودي النيزل بون شايفها، وده الاوربيتال كافيتي انا محمرها عشان خاطر ده الكافيتي كله، وده النيزل كافيتي انا مزرعه عشان ده الكافيتي ايه؟ كله عشان ما احطوش بيضاء فقط، انا بشاور على العظمه حلو. ودي العظمه اللي تحت اللي بنسميها الماكسيلا او الايه؟ ماكسيلا بون. اخر بقى شايف العظمتين اللي بالجنب دول ده هم. حط صباعك تلاقي في حته بارزه هنا، هم حتى بارزين عندي. حلو؟ اللي بيقول لك ان المفروض في الفيميلز بروزها من علامات الجمال. ستات يعني الوجنتين دول. دول بيسموهم عظمه الوجنه. الوجنه يعني ايه؟ زي جوماتيك، زي جوماتيك بون. اسمه ايه تاني؟ تقصد بيهم مين يا دكتور؟ العظمتين ده هم. حلو كده؟ انا عايز الناس ايه؟ عايز الناس تاني بصوابعها بقى شايفين العظمتين دول؟ اهو دول اسمهم ايه؟ زي جوماتيك بون. شايفين تجويف الاوربيتال كافيتي؟ شايفين النيزل كافيتي؟ شايفين الفرونتال بون؟ الماكسيلا. صعب الكلام ده كده يا شباب؟ طيب كده احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا السكال من فوق. شوف يا دكتور كده احنا خدنا ايه؟ السكال من فوق. في حاجه بقى يا شباب معانا، ده واحده اثنين صح
هتعرف نتكلم. بص كده ادي الاسكندنج تمام كده. هروح اللي هناك ديت ارخص سكان هي الاسكان الطبيعيه. شوف الانسان رخيص هو ارخص سكان اللي بتروح لواحد تربي ب 100 جنيه بيطلع لك يطلع لك سكان كده. وهم بيعملوا كده للاسف وبيبيعوها لك. لا دي خزف دي خزف دي ب 750 تقريبا. بس 750 انت من سنه انت او سنتين مش فرقت. دي فيها فيتشرز اكتر فيها حاجات اكتر وموديل حرفيا دي ب 1000 ونص دي بس. المهم احنا قلنا هنشوف وادي بدري صح؟ فخدنا دي كده شغاله الكاب صح؟ تحسها شغاله الكاب كده. فقال لك دي هنسميها سكاي كاب. اسمها ايه بقى؟ سكاي كاب. انا عايز ابص من فوق من فوق من هنا كده اللي اسمها نورما فيرتيكال. اسمها ايه تاني؟ نورما فيرتيكال. انا بص فوق براسي انما من قدام دي كانت من فرونت بنسميها نورما فرونتال من قدام. المهم انا عايز ابص على ايه؟ على الجزئيه دي. ركزوا معايا. انا راجل فاضي طبعا الموديل 3 دي هنا هي دي. بص بقى شايفين ادي السكالي من فوق اهي شايفينها؟ السكالي من فوق بتتكون من ايه يا دكتور السكالي؟ قال لك العظم اسمها ايه؟ لا مش سامع اسمها ايه؟ والعظمتين اللي على الجنب ده هم اسمهم بارايتال بون. اسمهم تاني؟ بارايتال بون. يبقى العظمتين اللي موجوده على الجنب اسمهم ايه؟ يبقى دي اسمها فرونتال بون. دي اسمها بارايتال بون. تاني دي اسمها ايه؟ فرونتال بون. دي اسمها بارايتال بون. تاني اسمها ايه؟ فرونتال بون. والاثنين دول بارايتال بون. صعب الكلام ده؟ طب بص هيجي راجع لورا سيكا بالشكل ده كده. لما رجعت لورا بدات تبان عظمه ثانيه ورا يعني. شايفين العظمه اللي ورا دي كده؟ دي بنسميها العظمه الخلفيه اوكسيبيتال بون. اسمها ايه تاني؟ اوكسيبيتال بون. العظمه الخلفيه دي اسمها ايه؟ اوكسيبيتال بون. حد هنا ثانويه عامه؟ حد هنا كان ثانويه عامه؟ حلو. كان في ثانويه عامه ايه؟ حلو. كان في ثانويه عامه في شابتر الدعامه والحركه كان بيقول لك كده يتكون تجويف المخ من ثمان عظام تلتحم عند اطرافها المسننه التحام متينه يشكل تجويف يستقر بداخله المخ. الكلام ده كان موجود في الصفحه اللي على الشمال كانت تقريبا الصفحه رقم 19 في ملخص الاحياء ايامين احنا زمان. الكلام ده ثانوي انا في 2012. حلو كده؟ كان بيقول لك الكلام ده بالظبط. ايه الاطراف المسننه؟ قال لك لان عظم الجمجمه مش عظم سموس مش عظم ناعم. لا ده ايه؟ ده مشقشق كده تحس ان هو مشرشق. عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل تعشيق يتعشق كده. يقوم لما يتعشق يمسك جامد عشان احمي من جواه المخ. فقال لك بص كده مش دي عظمه في تجويف المخ؟ على فكره ده تجويف المخ والله. يعني بصوا ده تجويف المخ بدليل. هقول لكم يا جماعه حاجه. بصوا معايا كده شايفين المنطقه دي؟ لو جيت انا شلت العظمه دي خلاص ايه اللي جاي؟ ايه اللي باين جوه؟ المخ. اه يبقى ده تجويف المخ ولا لا؟ حلو قوي. ركزوا بقى معايا. بص لي كده على العظم ده شايف نهايته عامل ازاي؟ مشرشره صح؟ حلو قوي. يعني في خط كده او شرشره ما بين العظم. الخط المشرشر ده يا دكتور اسمه ايه؟ قال لك الخط المشرشر ده اسمه سوتشر. اسمه ايه تاني؟ سوتشر. الخط المخطط ده اسمه ايه؟ يبقى الخط المشرشر ده اسمه ايه؟ سوتشر. اللي جاي بالطول ده ركز بقى معايا عشان النقطه دي مهمه قوي. هتلاقي حضرتك في خط مشرشر جاي بالطول بالشكل ده كده وفي خط مشرشر جاي بالعرض. الخط المشرشر جاي بالعرض ده عامل زي التاج زي الكراون التاج. فهنسميه كرونال سوتش. ده اسمه ايه تاني؟ كرونال سوتش. تاني ده اسمه ايه؟ كرونال سوتش. ده اللي جاي بالطول اسمه ساجيتال سوتش. اسمه ايه تاني؟ ركز بقى معايا. التقاء الاثنين سوتشر عامل لك نقطة هنا. شايفين النقطة دي التقاء الاثنين ده؟ يعني السوتشر ده جه التقى مع السوتشر مين؟ ده في نقطة. النقطة دي بنسميها بريجما. اسمها ايه تاني؟ بريجما. تاني النقطة دي اسمها ايه؟ عارفين النقطة دي؟ لو الطفل الصغنون لسه مولود او كام شهر كده حط صباعك هنا هتلاقيها طريه. حتى وانت تقول لك ايه؟ ما تضغطش عليها بصباعك تقول ايه؟ تزعل الطفل. ما حدش يضغط عليها ده لسه راسه طريه. سمعت المصطلح ده؟ هو ده بقى. فقال لك يبقى تاني انت عندك كام سوتشر؟ اثنين. اللي جاي بالعرض اسمه ايه؟ كورونا سوتش. واللي جاي بالطول اسمه ايه؟ نقطه التقاءهم اسمها ايه؟ بريجما. لا مش سامع. نقطه التقاءهم اسمها ايه؟ بريجما. اهو قدامك اهو الاسكالا ايه؟ قدامنا فيها يا دكتور. اقول لك يا سيدي نقطة اهو اللي جاي بالطول ده اسمه ايه؟ ساجيتال سوتش. واللي جاي بالعرض اسمه ايه؟ كرونال سوتش. الاثنين التقوا في نقطة اسمها ايه؟ بريجما. اسمها ايه تاني؟ بريجما. صعب الكلام ده؟ بالله صعب؟ لازم صح كده؟ تعالى بقى من ورا هلاقي برضه في سوتشر تاني من ورا. ازاي يا دكتور؟ بص معايا كده ارجع ورا
ارجع ورا ارجع الله شفت كده ده في سوتشر تاني هنا اهو اهو في واحد تاني اهو خط مشرشر تاني اهو اسمه ده قال لك اسمه لام دويل اسمه تاني بس خلي بالك السبيلنج بتاعها ال اي ام بي دي او اي دي يعني في بي بس البي سايد ما بننطقهاش اسمه لام دويد سوتش اسمه تاني لام دويد سوتش اسمه تاني لام دويد سوتش ركز بقى معايا هتلاحظ ان اللام دويد سوتش في نقطه التقاء ما بينه وما بين مين الساجيتال سوتش اهو بص قدام السكار يا دكتور اهو ادي الكورونا سوتشر ونقطه التقاء مع الساجيتال وادي اللام دويد سوتشر ونقطه التقاء مع مين مع الساجيتال النقطه التقاء اسمها ايه اسمها لامدا فيها بي برضه بس صايره اسمها ايه؟ لامدا، اسمها ايه تاني يا شباب؟ لامدا، يبقى اذا السوتشر اللي ورا ده اسمه ايه؟ لامدويد سوتشر، صعب الكلام ده؟ حلو، تعالى بقى ايه؟ نتدلع كده مع بعض شوية ونعلم دماغنا. قال لي قول لي يا دكتور العظمة دي كان اسمها ايه؟ فرونتال بون، صح؟ والعظمتين دول اسمهم ايه؟ بارايتال بون، مين السوتشر اللي بيفصل ما بين الاثنين بارايتال وما بين الفرونتال؟ مين السوتشر اللي بيفصل بينهم؟ الكورونا لانه بيفصل ما بين الاثنين برايتل ومين؟ والفرنت. طب حلو، مين السوتشر بقى اللي بيفصل ما بين الاثنين برايتل وبعض؟ الله يرضى عليك. طب مين السوتشر اللي هيفصل ما بين الاثنين برايتل والاوكسيبيتا اللي ورا؟ لامدويد. شفت بقى؟ بيقول لك مثلا ايه؟ سوتشر بيفصل ما بين الفرنتال والبرايتل. ده مين؟ الكورونا. سوتشر يفصل ما بين البرايتل والاوكسيبيتا. لامدويد. سوتشر يفصل ما بين الاثنين برايتل. نقطة التقاء الكورونا مع الساجيتال. طيب معانا يا شباب يبقى انا عرفت معنى كل سويتشر ونقطه التقاء ده اللي بقول لك في الورقه بص كده في الورقه قال لك بص يا سيدي لما تبص من فوق العظمه دي اسمها ايه؟ فرونتال بون والعظمه دي اسمها ايه؟ برايتال بون طب السويتشر ده اسمه ايه؟ ساجيتال سويتش طب ده اسمه ايه؟ كرونال سويتش النقطه دي اسمها ايه؟ بريجما جبناها من ورا بقى مش دي البرايتال بون في سويتشر اهو بص ركز كده في سوتشر اهو جاي اهو اللي هو المثلث ده اسمه ايه؟ لامدويد طب نقطه التقاء ما بين السيليتال واللامدويد اسمها ايه؟ امال العظمه اللي تحت اسمها ايه؟ اوكسيبيتال شفت الموضوع سهل الموضوع بس محتاج ان انت تفهمه مش اكتر الموضوع مش صعب عليك طيب بصوا يا شباب الصوره دي موجوده في الداتا بتاعتك الدكتور بيتكلم في الكلام بتاعها عن ايه؟ عن اسامي العظم ولكن في السكال نفسها لا انت مطلوب منك حاجات معينه يعني دي السكال نفسها والصوره دي برضه موجوده عندكم في الايه؟ في الداتا حلو؟ تعالى ناخدها الاول واحده واحده. هناخد السكال من الجنب. ناخد السكال من ايه؟ من الجنب. تعالى بص بقى معايا يا دكتور وركز بقى معايا كده عشان عايز ايه؟ عايز اشوف حاجه كويسه. اهو دي يا دكتور السكال من الجنب، دي الجمجمه من الجنب. العظمه دي اسمها ايه؟ فرونتال بون صح؟ يبقى دي اسمها فرونتال بون. طب دي كان اسمها ايه؟ فرونتال بون. شايفين العظمه ايه؟ دي العظمه بتاعت الصدغ. العظمه دي اللي هنا دي. قال لك دي هنسميها تيمبورال بون العظمه الصدغيه اسمها تاني تيمبورال بون شايفين شكلها عامل ازاي اهي يا شباب دي العظمه دي شايفين العظمه دي كده اهي واضحه السوتشر اسمها تاني تيمبورال بون اسمها تاني تيمبورال بون طب بصوا فاكرين العظمه دي كان اسمها ايه زي جمجمه البون صح اه ليها جناح او قوس كده راجع لورا شايفين القوس ده قال لك ده هنسميه زي جوماتيك ارش اسمه تاني عشان ما يضحكش عليك عشان ما يضحكش ايه عليك شايف العظمه دي لو شاورت لك من قدام هنا الحته التخينه دي تقول لي زي جوماتيك بون شاورت لك على الحته الرفيعه دي تقول لي زي جوماتيك ارش ده القوس بتاع شايف عامله قوس قال لك دي اسمه ايه زي جوماتيك يبقى تاني العظمه دي اسمها ايه تيمبورال بون لا اسمها ايه تاني تيمبورال بون العظمه دي اسمها ايه
تيمبورال بون. طب العظمه دي اللي قدام اسمها ايه؟ اللي هي فين؟ ده هي دي الزيجوماتيك بون. فين القرش اللي هو بالايه؟ بالاخضر ده، ده اسمه زيجوماتيك قرش. يبقى لو شاورت لك هنا عايز مين؟ زيجوماتيك قرش. طب شاورت لك هنا عايز مين؟ حلو، في فتحه هنا، حد معاه قلم؟ قلم سد، بصوا كده رشقتها في ودني، مش هتنفع حد؟ دي فتحه الاذن، دي فتحه الاذن الخارجيه. حلو كده؟ الفتحه السمعيه الخارجيه، خارجيه يعني اكسترنال، وسمعيه يعني اوديتوري، مش اوديو يعني صوت، اوديتوري. وفتحه او قناه يعني ميتس، يعني تاني ميتس، ام اي اي تي يو اس. فقال لك دي هنسميها الفتحه السمعيه الخارجيه اكسترنال اوديتوري ميتس. اسمها تاني اكسترنال اوديتوري لا مش سامع، اسمها ايه؟ اكسترنال اوديتوري ميتس. تاني بالراحه، العظم اسمها ايه؟ زي جوماتيك ايه؟ بون ولا قرش؟ امال ده اسمها ايه؟ زي جوماتيك قرش. طب العظم دي اسمها ايه؟ تيمبورال بون. طب حلو، ده ايه؟ ده ايه؟ اسمها ايه؟ اكسترنال اوديتوري ميتس. اسمها ايه تاني؟ اكسترنال اوديتوري ميتس. صعب الكلام ده كده يا شباب؟ حد عنده مشكلة؟ امال العظمة ده ايه؟ شايفينها؟ العظمة ده ايه؟ اسمها ايه؟ ماكسيل. الله يرضى عليك، الماكسيل اللي ايه؟ بون. الله يرضى عليك، هو ده. فتعالى كده بص معايا بالراحة الأول في الجزء اللي مطلوب مني على الجمجمة الطبيعية الأول. أهو هتلاقي بيحصل حاجات بسيطة. بص يا إخوانا، قال لك شايفين العظمة دي؟ دي العظمة الصدغية اسمها إيه؟ تيمبورال بون. العظمة اسمها إيه؟ زيجوماتيك بون. أمال لو شاورت هنا ده اسمه إيه؟ زيجوماتيك. أيوه هو ده الكلام. طب بص الفتحة دي اسمها إيه؟ إكسترنال أوديتمنت. أمال إيه الحفرة دي يا دكتور؟ أه دي بقى ممكن تتكلم معاك كده يا دكتور؟ اه ثواني. عادي يا دكتور، خلي تتكلم معاك. شايفين الحفرة دي؟ يوصل بيها حفرة، شايفينها؟ الحفرة دي بيخش جواها الفك السفلي بالشكل ده. عارف كده؟ بص كده؟ تمام؟ هبتدي اتكلم معاك كده يا دكتور. باينة من الجنب ازاي؟ بصوا الفتحه، فتحه الاذن باينه، فتحه الاذن تحتها في تجويف. شايفين التجويف ده؟ هنا الصوره فتحه الاذن تحتها في تجويف. التجويف ده بيركب فيه الماندبل، يعني بيركب فيه الماندبل اللي هو الفك السفلي بالشكل ده كده، شايفين؟ وتفتح تقفل كده. فقال لك يبقى دي الحفره او التجويف بتاع الماندبل، فنسميها مانديبولار فوسا. كلمه فوسا يعني تجويف او حفره، فوسا يعني ايه؟ تجويف او حفره. يبقى تاني هنسميها دي اسمها ايه بقى؟ مانديبولار فوسا. اسمها ايه تاني؟ مانديبولار، لا مش سامع، اسمها ايه؟ مانديبولار فوسا. من هنا بقى ركزوا معايا. انا جيت العظمه دي اسمها ايه؟ زيجوماتيك بون. دي اسمها ايه؟ زيجوماتيك قرش. طب العظمه دي اسمها ايه؟ تيمبورال بون. طب الفتحه اسمها ايه؟ اكسترنال اوديتوري ميتس. طب الديبريشن اللي هنا الفوسا دي اسمها ايه؟ مانديبولار فوسا. طب بص بقى، انا واحد رخم حبتين، عايز بقى اشوف الناس فاهمه ولا لا. العظمه دي اسمها ايه؟ طب دي اسمها ايه؟ امال اللي فوقها اسمها ايه؟ براي. الله، ايوه ده الكلام صح. العظمه اللي ورا دي اسمها ايه؟ اوكسيبيتال. صح الكلام بالله صح. شفت الموضوع صح ازاي؟ هو ده المطلوب. حلو قوي. ده من ايه؟ ده من الجنب، ده المطلوب مني. طب يا دكتور بص كده، دي صوره ثانيه انا حاططها لك، كانت موجوده برضه في الداتا. دي الفرونتال بوف موريلك نمبر، شايفينها؟ ودي الماكسيلري بو اللي هي العظمه دي، ودي الزيجوماتيك بو. طب يا دكتور ده في لاكريمال بون وفي مش عارف ايه، مالكش دعوه بيهم دلوقتي، مالكش دعوه بيهم خالص، واصلا ما تركزش فيهم، ارجع للسكشن ما تركزش فيهم. حلو كده؟ حد عنده مشكله؟ كلام جميل. ده من الجنب، تعالى بقى ناخدها من ايه؟ من تحت. ناخدها من ايه بقى؟ من تحت، يعني مسكتها اهو اهو من تحت. قبل ما اوريها لك على ايه؟ على المود ده، انا حابب اكتر ان انا اوريها لك على الطبيعه. بص يا شباب، ده كده، ده سقف ليه؟ هنسميه اسمه هارد بلد. صدق هارد بلد. اسمه تاني هارد بلد. يبقى ده اسمه ايه؟ لا مش سامع، اسمه ايه؟ هارد بلد. اسمه تاني هارد بلد. طب بص معايا، فاكرين القوس ده اسمه ايه؟ ايوه هو ده الكلام، ده اسمه ايه؟ زي جوماتيك قرش. طب كلام جميل. طب فاكرين الحفره دي كان اسمها ايه؟ ايوه مانديبولار فوسا. هارد بلد زي جوماتيك قرش مانديبولار فوسا. هارد بلد زي جوماتيك قرش مانديبولار ايه؟ فوسا. طب ركز معايا، في الثانويه العامه برضه
كنا بنقول ان المخ بيتصل بالحبل الشوكي عن طريق حاجه اسمها الثقب الكبير. كانت متبلك نصا كده. مين هو الثقب الكبير؟ هو ده اسمه فورامين ماجنوم. اسمه تاني ليه بقى؟ مخك جوه يا حبيبي والحبل الشوكي بينزل من هنا بيتصل بالمخ من هنا كده. فده اسمه ايه؟ فورامين ماجنوم. تاني دي اسمها ايه؟ فورامين ماجنوم. مش سامع اسمها ايه تاني؟ فورامين ماجنوم. بصوا على جانبي فورامين ماجنوم في زلطتين اهو، اتنين زلطه. شايفين الزلطه دي والزلطه دي؟ حسهم كده في صوابعك. شايفين الزلطتين دول؟ شايفين الزلطتين دول؟ في حته عاليه زلط حلو؟ الزلطتين دول قال لي يا دكتور الزلطه دي شايفين شايفينها بارزه ازاي؟ الزلطه دي يا دكتور حضرتك اسمها ايه؟ قال لك اسمها اوكسيديتال كوندايل. اسمها تاني؟ اوكسيديتال. طب ليه سميتها اوكسيديتال؟ لانها في الاوكسيديتال جو العضو دي اسمها ايه؟ فهنسميها اوكسيديتال كوندايل. اسمها تاني؟ اوكسيديتال كوندايل. مش سامع اسمها ايه؟ اوكسيديتال كوندايل. حلو؟ ابوظ لك معلوماتك. عارفين اول فقره؟ اول فقره خالص اللي بنسميها الاطلس. اول فقره خالص اول فقره بتلتحم مع الاوكسيديتال كوندايل. بص شايف دي مجوفه ازاي؟ بص على الحدود بتاعها. بص على الاوكسيديتال كوندايل عشان بيركبوا على بعض كده. شفت ركبوا على بعض ازاي؟ لا مش ان انا ايه؟ احفظ وخلاص. يبقى اذا ده تعالى معايا بالراحه. دي اسمه ايه؟ حلو الله يبارك بلد. تعالى ده اسمه ايه؟ زي جمانتك قرش. طب حلو. طب دي اسمها ايه؟ مانديبولار فوس. طب ده اسمه ايه؟ فورم المجد. طب ده اسمه ايه؟ سيبيتال كوندايز. طب العظمه دي اسمها ايه؟ ده اللي بتفضل ده بس. عايز اقول لك في حاجات ثانيه، يعني مثلا في حاجه اسمها فورم الاوبال وفورم السباينال. لا الكلام ده اطلع عليه، انا مش عايز دلوقتي. انا هاجي قبل العملي واعرفك واظبطك، تكون انت جمعت شويه معلومات وبقيت قوي. ما ينفعش اجيبك وانت لسه كده بسم الله تاني محاضره واول سيكشن واقول لك تعالى ده فين هنا فورم كذا وفورم كذا. انت نفسك هو ايه فورم دي؟ فورم يعني فورم يا حبيبي فتح ماشي جميل. دي اسمها كذا هتلاقي نفسك ضغط. ابدا بالراحه. ناخد الفيتشرز المهمه. ايه الفيتشرز المهمه خدناها؟ صعب الكلام ده؟ حلو قوي جميل. الاسكال دي اسمها مولر؟ مولر ممكن تكون مقصور او مش مولر. انت عندك اثنين مولر صح؟ لان هما بص الثيرد مولر ما بنعتبروش لسه اساسي. فانت بتدس في المفروض جواب بس ما بنعتبروش لسه اساسي. تعالى بقى نيجي على الفك المجد. نيجي على الفك. نيجي على الفك يا بابا. بص بقى وركزوا بقى معايا. ده شكل الفك قدامك. دي صورة خدها برضه. ده الفك اللي عندكم في المشرحة واللي مصورة مطبوق دلوقتي. بصوا بقى يا شباب ده الفك قدامنا اهو بالراحة. الفك اللي قدامنا ده كده فيه راس يا شايفين؟ دي بنسميها هيد او كوندايل. اسمها تاني؟ هيد. هيد ده اللي الدكتور قالت موجود على الفيلم خاطر. واللي في السكشن اسمه. والاسم التاني بتاعه كوندايل. اسمه تاني؟ كوندايل. بس قول هيد يا سيدي. دي اسمها ايه؟ هيد. تحت الهيد في حته رفيعه شكلها. دي اسمها نك. اسمها ايه تاني؟ نك. يبقى ده اسمه ايه؟ هيد. ده اسمه ايه؟ نك. تاني ده اسمه ايه؟ هيد. هنا اسمها ايه؟ طب بص شايفين الدبوس اللي طالع ده؟ بص كده في دبوس طالع منه. الدبوس ده شايفين ده؟ اللي انا ماسكه اللي انا ماسكه بصباع هنا شايفين؟ اسمه ايه؟ اسمه كرونويد بروسيس. اسمه تاني؟ كرونويد بروسيس. لا مش سامع اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ هيد. ده اسمه ايه؟ نك. ده اسمه ايه؟ كرونويد بروسيس. تاني هيد نك كرونويد بروسيس. هيد نك كرونويد بروسيس. لا مش سامع. هيد نك كرونويد بروسيس. تاني هيد نك كرونويد بروسيس. صعب الكلام ده؟ يبقى لو سالت ده اسمه ايه؟ هيد. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ تاني ده اسمه ايه؟ هيد. طب هنا اسمها ايه؟ طب هنا اسمها ايه؟ كرونويد بروسيس. انا بعتمد في البيانات اكتب الرقم هنا واحط في الجنب عشان كتر الاسهم تلخبط. حلو كده؟ طيب اعتقد كده اسهل من الاسهم. طب بص بقى شايفين المنطقه اهي؟ دي اسمها ريمس. اسمها ايه تاني؟ ريمس. اسمها ايه تاني؟ ريمس. تحت الريمس في زاويه شايفين الزاويه البارزه دي؟ اللي هي ايه دي؟ عارفينها؟ اللي هم مطلعينها دلوقتي شويه اجهزه عشان ايه؟ عشان يقعدوا يبرزوها والناس اللي ما بتبقاش بارزه عندهم بيقعدوا يروحوا يعملوا عمليات عشان يبرزوها. عالم فاضي. المهم دي اسمها الانجل. دي اسمها ايه تاني؟ زاويه. والله دي زاويه.
اسمها انجل اوف المان. اسمه تاني انجل اوف المان. طب ده اسمه تاني ريز. دي اسمها ايه؟ انجل. دي اسمها ايه؟ ريز. دي اسمها ايه؟ شايفين ده بقى كده؟ ده ده البودي بتاع المان، ده جسم المان، ده اسمه بقى. يبقى لو شرحت لك انا اقصد مين؟ بودي. طب لو شرحت لك هنا اسمها ايه؟ طب هنا اسمها ايه؟ طب ده اسمه ايه؟ طب دي اسمها ايه؟ طب ده اسمه ايه؟ كرومين. شفت بص ده اللي عليك. ازود لك انا معلومه. شايف الخرم ده؟ خرم ده. شايفين الخرم ده؟ اللي هو حاطط كده الاكل. في خرم ده. شايف الخرم ده خفيف؟ الخرم ده اللي هو موجود هنا كده. ناحية الدقن. فبنسميه الخرم الضقني او الفتحة الضقنية. منتال كورام. ليه بقى دكتور كده معمل نفسه؟ الاعصاب والاوعية اللي بتغذي الشفة والدقن والمنطقة دي كلها بتطلع من الفتحة. دي معلومة لنفسك. ممكن يبقى اقولها لك ايه؟ اقولها لك بقى في الاخر او ممكن المعلومة دي اصلا تحتاج الترم التاني. الترم التاني مبني على الترم الاولاني بناية بحتة. وعايز اقول لكم حاجة. اناتومي الترم الاولاني لا شيء قدام اناتومي الترم التاني. وانا بحاول دايما اسست للناس ازاي يذاكروا اناتومي الترم الاولاني عشان الترم التاني كل حاجه بالرسومات وايه؟ والشوط. مش ان انا بس ايه احفظ وخلاص. يبقى تاني بقى لو شرحت لك كده دي اسمها ايه يا شباب؟ طب دي اسمها ايه؟ طب دي اسمها ايه؟ طب هنا اسمها ايه؟ انجل. امال ده كان اسمه ايه؟ ريبس. طب ده اسمه ايه؟ صعب الكلام ده. بالله صعب. تدري والله ان الحد هنا خلصنا سكشن ده سكشن يعني لحد هنا احنا خلصنا سكشن. تعالى بقى نخش في ايه؟ في الفقرات بقى. نخش في ايه بقى؟ في الفقرات. بصوا يا شباب معايا انا برضه انا مش هتقل على الناس. انا مش هتقل عليكم وانتوا خدتوها كتير شوية صح؟ بس يعني مش شرط ناخد السكشنين كاملين بس على الاقل ايه؟ يعني اظبط لكم الدنيا شوية. ناخد الفقرات بالنسبة للفقرات الكلام اللي كان في الثانوية كان بيقول لحضرتك ان الفقرات العروقية هي عبارة عن 7 فقرات وبتختلف عن الفقرات الظهرية وبتختلف عن الفقرات القطنية تختلف عن الفقرات العجوزية تختلف عن الفقرات العصصية. كان يشرح لك اقول لك الفقرات العنقيه تتكون من 7 فقرات لها شكل وحجم. هو حتى الراجل اول ما بدا العمود الفقري كده قال لك ايه؟ يتكون العمود الفقري من 33 فقره لكل فقره شكل وحجم يتناسبان مع المكانه والوظيفه اللي تقوم بها. نفس القانون اللي حطها في الهيكل العظمي. وقال لك ان عندك 7 فقرات عنقيه بيختلفوا عن 12 فقره ظهريه عن 5 فقرات عنقيه. وجه قال لك في فقرات عجوزية عبارة عن 5 فقرات تلتحم مع بعضها في فقرة واحدة. وأربع فقرات عصصية عبارة عن 4 فقرات يلتحموا مع بعض برضه في إيه؟ في عظمة واحدة صح؟ أنا هبدأ بالفقرات العنقية. الفقرات العنقية فيها بقى في حاجة بنسميها الفقرة العنقية بنسميها الفقرة العنقية المثالية. إزاي؟ قال لك بص يا سيدي أنت عندك كام فقرة عنقية؟ 7. أول فقرة ليها شكل واحد. وتاني فقرة يا دكتور ليها شكل الوحدة وتالت فقرة ورابع فقرة وخامس فقرة وسادس فقرة نفس الشكل اللي هو الشكل بتاع الفقرات العنقية المثالية وسابع فقرة ليها شكل وحدة. يعني شايفين دي كده؟ دي شكل الفقرة التالتة والرابعة والخامسة والسادسة. طيب ده شكل الفقرة الأولى في شبه بينهم؟ ده شكل الفقرة الثانية في شبه منه؟ ده شكل الفقرة السابعة في شبه؟ قليل خالص صح؟ بس برضه في ايه؟ في اختلاف. يبقى اذا انا عندي فقرات عنقية مثالية اسمها تيبيكال. تيبيكال يعني مثالي. سيرفيكال فيرتيبرا اللي هي من 3 ل 6. طب واحد يسألني سؤال بقى، عايز الناس بتفهم بقى. طب يا دكتور طالما هما نفس الشكل انا قدرت اميز الفقره العنقيه الاولانيه عن الثانيه بالشكل، طب ازاي هقدر اميز الثالثه عن الرابعه عن الخامسه عن السادسه؟ الله يرضى عليك. بس الموضوع بسيط، الموضوع بسيط بالحق. الثالثه اكيد اصغر من ايه؟ من الرابعه، اصغر من الخامس، اصغر من ايه؟ وريني الكلام ده. الابلكيشن ده ربنا يبارك للي عامله اي مكان يهودي يعني ربنا يرزقه ده يعني لان الراجل ده نفع بيه ناس كتير. حلو بص بس بص كده يا جماعه
ده شكل فقرات. شايفين فقرات عروقية من أول فقرة وبعد كده تنزل على تاني فقرة، تالت فقرة، رابع فقرة، خامس فقرة وهكذا. شايفين؟ الفقرات حجمها بيزيد صح؟ في نقطة، في نقطة أوي مهمة. إيه هي؟ شايفين الفقرات العروقية فيها خرمة، شايفين الخرمة اللي فيها؟ شايفين؟ ليه بقى؟ لأن الفقرات العروقية دي بتتميز عن باقي فقرات الجسم كلهم فيها خرمة، لأن الخرم ده مش معمول اعتباطا. ربنا خلق الخرم ده عشان بيعدي منه شريان بالشكل ده. شايفين؟ يعني حضرتك من الخرم ده هنا كده اهو، يعني ثانية واحدة نجيب المنطقة دي كده، زود معايا شوية كده، بص هنا كده. شايفين من الخرم بتاعه بيعدي شريان، شايفين الشريان ده؟ ده اللي بنسميه الشريان الفقري اللي بيعدي من الفقرات، اللي بنسميه بالتبر الارض. الشريان اللي حضرتك ده هيغذي المخ. عشان كده بتحذر الناس بلوم ايه؟ ولا تاني عايز طرقه على رقبتك روح للمختص، ما تتغباش والطرقه عليك انت، لانك لو طرقعتها غلط وحركت الفقرات غلط ممكن يتغدشوا ويتقطعوا، فممكن تعمل جلطه في المخ. فهمت حاجه؟ عارف انت الحركه الغبيه اللي يجي الواحد تك عامله كده يقوم واقع صابت اللي بنسبه كبيره بيموت؟ يعني مثلا بيجي من ورا واحد اللي جالس رقبته وعامله كده تمام، نازل مره واحده كده، وايه اللي حصل؟ عمل كده بخباوه فكسر فقره من هنا او طلعها من مسارها. عمل ايه في الشريان ده؟ طلعت حضرتك. فايه مش بس كده، والنخاع المستطيل اللي جنبها قطع حضرتك. النخاع المستطيل بيموته فوريا. طب فرضا لو النخاع المستطيل فضل سليم هيموت من ده نتيجه جلطه او نزيف. فكره بقى ازاي الواحد يقطع رقبته غلط وبعدها بقى يبدا يخش في اعراض جلطه. جت منين الجلطه؟ من الشريان. فقال لك ان بص بص شايفين الفقرات العنقيه فيها خرمه، خرمه شايفين؟ خرمه. الفتحه دي بنسميها ايه؟ اسمها فورامين، يعني خرمه ترانزفيرسوريا. اسمها تاني؟ فورامين ترانزفيرسوريا. تاني اسمها ايه؟ فورامين ترانزفيرسوريا. يبقى تاني في كل، خلي بالك في اي فقره عنقيه، اي فقره عنقيه عندي خرمه اسمه ايه؟ فورامين ترانزفيرسوريا. اسمه تاني؟ فورامين في كل الفقرات العرقيه عندي فورامين اسمها ايه؟ فورامين ترانزفيرسوريا. اي فقره عرقيه يا شباب بيكون لها نتوج شوكي ونتوج مستعرض، وحضرتك خدت الكلام ده في الثانويه العامه في البكالوريا. كان بيقول لك ان اي فقره بيكون لها نتوج شوكي. يعني ايه كلمه نتوج شوكي؟ سباين. اسمه تاني؟ سباين. اسمه تاني؟ سباين. يبقى ده اسمه ايه؟ سباين. وفي نتوج مستعرض، نتوج مستعرض اسمه ايه؟ ترانزفيرس بروسيس. اسمه تاني؟ يبقى انا عندي نتوج شوكي ونتوج ايه؟ مستعرض. نتوج شوكي اسمه ايه؟ سباين. نتوج مستعرض اسمه ايه؟ ترانزفيرس بروسيس. نتوج مستعرض اسمه ايه؟ ترانزفيرس بروسيس. بالراحه بص لي كده على النتوج الشوكي، مش عارف يا جماعه بتوع الفيديو هيشوفوها ولا لا. بصوا هنا الراجل ده تحس ان هو ايه؟ من هنا من مشقوق صح؟ بص على كده مشقوق. بص في النتوج الشوكي مشقوق. دي فعليا اهو، مش عارف هيبان هنا ولا لا، اهو باين ان هو مشقوق شويه، اهو باين ان هو مشقوق او في خط في النص مشقوق. الشق ده قال لك هنسميه بقى بيفيد سباين، نتوج شوكي ما ايه؟ مقسوم. بيفيد يعني مقسوم او مشقوق. بيفيد سباين يبقى الفقرات العرقيه بيكون فيها ايه؟ بيفيد سباين ترانزفيرس بروسيس. تاني بيفيد سباين ترانزفيرس بروسيس. طب في خرم هنا في العرض اسمه ايه؟ فورامين ترانزفيرسوري. وريني الكلام ده يا دكتور كده في السكشن بتاعي معلش. اهي قدامي. بص كده البروسيس ده اسمه ايه؟ ترانزفيرس بروسيس. وده اسمه ايه؟ سباين. بس السباين ده ماله؟ بيفرق مقسوم. صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكلة؟ أمال الفتحة اللي في الجنب دي اسمها يا دكتور؟ فورامين ترانزفيرسوري. طب الفتحة دي الكبيرة اللي في النص دي اسمها الفرتبرال فورامين. بصوا اللي حضرتك اهو تخيل فقره فوق الثانيه اهو اهو انا معاك سواعي منها اللي بيعدي منها الحبل الشوكي اسمها القناه الشوكيه. حلو كده اسمها ايه؟ فيرتبرال فورامين. اسمها تاني؟ فيرتبرال فورامين. يبقى اذا الفورامين في النص دي اسمها ايه؟ فيرتبرال فورامين. فاضل لك ايه بقى حضرتك؟ فاضل لك جسم الفقره. جسم الفقره ده جسم الفقره البودي اسمه ايه؟ بودي. يبقى اي فقره ليها جسم اسمه ايه؟ بودي. نطق مستعرض اسمه ايه؟ ترانزفيرس بروسيس. نتوج شوكي اسمه ايه؟ سباين.
بيتميز ان هو ايه؟ بيفل. حلقه شوكيه اسمها ايه؟ فيرتيبرال. الله يرضى عليك. بس خلاص هادي دي اللي اسمها ايه؟ تيبيكال سيرفايكال. صعب الكلام ده. انا هقفل لحد كده النهارده عشان الباقيين هيبقوا محتاجين تمييز شويه. هتذاكروا يوم وبعد ما هتيجوا لان انا انا من النوع اللي بحب الناس تذاكر. لو مش هتذاكر عافيه زوق زي ما قالت الاستاذ الصاله. طول ما انا صاحبك اهو هتمتحن. انا واخد الصور اهي حضرتك وطبعها لك ومغلفها لك وصارف مكانها. ليه بقى؟ عشان حضرتك لما تيجي ان شاء الله حاجه انا جاي مثلا مثلا يعني اجيب لك فقره زي دي ومديها لك وشددك على احمر اقول لك خد قول لي ايه ده؟ كل واحد يمسك ورقه فهمته؟ هكذا. طب دي مثلا العظمه اللي هنا دي اسمها ايه؟ طب العظمه اللي تحت دي اسمها ايه؟ طب فاضي انا فاضي ومغلفهم عشان يعيشوا سنين عشان الورقه ما تتقطعش ولا حد يكرمشها في جيبي. كرمشها في جيبك بقى لو راجل. حلو كده؟ اه لان الموضوع بتحصل معايا كتير. اصل بص ما تبصوش ان احنا في اول السنه، اخر السنه بتبقى الدفعه كلها قاعده. فانا عشان خاطر ان انا اراقب مين عمل ايه يبقى سهل انه يكرمش ورقه الامتحان في جيبه. مثلا قدامي 40 50 واحد لميت الورقه. لو لميت 30 ورقه مثلا او 35 ورقه وهم 40 هاخد بالي؟ مش هاخد بالي. لكن دي ايه؟ ما تتكرمش ونسال بعض. هتذاكر والله والدنيا ديت هتفتكرني وهتلاقيني بعد كده. انما ان انت بقى ايه؟ تنام بقى وتقول احنا داخلين الجامعه شغل مرجان احمد مرجان. لا والله. مش الكلام ده خالص. الجامعه الجامعه بتاعتك انت داخل عشان تحت. وزي ما قلنا انت حضرتك لو فاكر انك هتفتح الكليه لا مش الجامعه. انت تحت فعليا انك خلاص بقيت دكتور. ده الراحه بتاعت الكليه. اتعب في الثانويه ترتاح في الكليه اه ارتاح ان انت دكتور مش انك ارتاح في المذاكره لا ده المذاكره اللي جايه اضعاف 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 الثانويه وليالي الامتحان اصعب مليون مره من الثانويه وتوتر وحرق دم اصعب مليون مره من الثانويه ولكن الفكره الثانويه انت كنت بتحرق في دمك وانت ما انتش عارف هل هتبقى ولا مش هتبقى صح؟ انما في الكليه انت بتحرق وانت عارف انت عارف هتبقى ايه؟ وعلى قد تعبك على قد ما هتفرق عن زميلك. شوف انا دايما لما حد بيلاقي لك بيقول لك ايه؟ ربنا يديك على قد ايه؟ تعبك. لا فكك من ايدك دي توديك ده، ربنا يديك على قد تعبك. فانت لازم تتعب. حلو كده؟ مش احنا اللي بنقول كده؟ ازاي؟ لا ده جايه من فرصه